طبعا مع كل هذه المآسي التي نشاهدها منذ أيام خاصة في المحافظات الجنوبية القريبة من إيران، إلا أن الحكومة لم تقم بجهد فعلي على الأرض بإرسال قطاعات مثلا من الجيش لمساعدة الأهالي لتفادي الضرر الواقع عليهم جراء هذه السيول. في المقطع التالي الذي انتشر على موقع فيسبوك أحد الأطفال في محافظة ميسان كذلك، وبعد غرق قريته اعتلى ظهر الجاموسة وبطريقة تهكمية طالب الحكومة بتوفير منزل له بدلا عن منزله الذي غرق جراء السيول القادمة من إيران. فلنتابع. وين صاحب؟ هو الجاموسة. ليش ما عندك مكان تقعد بيه؟ لا والله. شوفه قاعد فوق الجاموسة ما عنده مكان يقعد بيه. تريد بيت؟ ايه ان شاء الله. شوفوا لك هذا على دواج. طيب ليش عليوي؟ لك شوف هذا قاعد فوق الجاموسه، المفروض استاذ عنده غرفته جاموسه. مو انت شو تناشد الدوله؟ يا الرحم غطينا، نريد بيت. بس بيت عاد عندنا بيت نعيش بيه. الله اكبر. وبعد ما تشتردون؟ لا الله، بس بيت هذا نريد نعيش بيه، عندنا جهال صغار. الله اكبر. شوفوا طفل هو، شوف هذا طفل، حتى غدا بعدنا ما متغدين. شوف سمعوا الدولة.